هذه الشمس التي تقدم بمغيب النهار وتقدم برشيده وهي تقدم بمزيد الليل، فإن يوما قد مضى لن يعود أبدا، وقد سجل على كل منا في صحيفته أحسن أو أساء، فرط فيه أو أدى ما عليه. قال ابن عبد العزيز عمر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، فإن الليل والنهار إذا جاءت الشمس أغوابك تأكل من عمره. فمن المستحيل أن يشرك الإنسان مرة أخرى إلا إذا وفقه الله عز وجل لاستثناء ما بقي من عمره، فيستدرك بطريق من عمل كثيرا من الأوقات التي فرط فيها، كما هو حال أولئك الذين أسلموا في آخر حياتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما أسلموا وعلموا أنهم رضي الله عنهم وأرضاه سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعلمون الحق ويعملون به من أمور ذلك والقادر عليه. وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد المصطفى واله المستكبرين الشرفا. الى عباد الله، كان من سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه ذلك الذي استسلم به عبد الرحمن انه عمل على ان يدخل في الاسلام اناس، فلربما كان كل من اسلم من بعده من اهل المدينه في ميزان حسناته